اللقاح او الفاكسان اللي راهما غادي يضربوه لنا في الجسم ديالنا فيه واحد الشريحه واحد الروبوتات ديال النانو صغار، من يضربوه في الجسم ديالنا غادي يبقاو يتجسسوا علينا ويصيفطوا المعلومات ديالنا اي حاجه درناها الميريكان. اوكي. السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم مستر كندير فيديو جديد. هذا الفيديو نحاول باش يكون خفيف ظريف ما فيهش بزاف ديال الوقت. واحد الصديق ديالي هنا في فرنسا قال لي خويا سعيد بغيت نتشاور معاك، قلت له نعم مرحبا. قال لي خويا سعيد راه الوالده عيطت لي من البلاد، قالت لي راه جاب لي المقدم الاستدعاء باش غادي نمشي ندير داك اللقاح ديال كورونا، ولكن راني قلت لها ما ديريش وراني خفت على ما جواب اللي عطيتو له غادي نعطيه لكم حتى نتوما. وهذا الفيديو مخصص بالنسبه للناس سواء اللي غادي يديروه ولا اللي خايفين على والديهم ولا شي حاجه بحال هكا، والناس اللي مهتمين بالسفر اصلا، الناس اللي كيخرجوا من المغرب او من الجزائر. بالنسبه لهذا اللقاح ديال الكوفيد الخوت، خصكم تعرفوا باللي كاين بزاف ديال الاصناف ديال البشر. نهضر لكم على حنا هنا في فرنسا، حنا في فرنسا كنهضر لكم على الناس هنا في فرنسا. كاين واحد النوع اللي راه يتقاتل ويحاول يعطي، حيت الرشوه دايره هنا في اوروبا الخوت، هذه معلومه تزيدوا عندكم بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، كيحاولوا يعطيو رشاوي باش يكون عندهم فرصه انهم يديروا اللقاح بالنسبه لدوك الناس اللي مازال ما وصلهمش الثور. وكاين واحد النوع عاوتاني اللي كيقول لك حكا راه اللقاح غادي تبان شي مضاعفات ولعبات بحال هكا، ولكن الاغلبيه ديالهم راه كيقلب الراي ديالو، حيت الان مهم باش نعطيكم لا سيتياسيون ديال اوروبا. هنايا حتى هما راهم افونسين بزاف بالنسبه لفرنسا اللي رانا فيها حاليا. بداو كيقول لك سيدي من هنا لشهر 4 غادي يكونوا دايرين الماكسيموم في المجهود ديالهم باش يديروا المواطنين هنايا. كيقولوا احتمال 15 افريل تولي الدعوه الطبيعيه هنا في فرنسا. هنا يعني غادي تبدي السياحه، تبدي الهجره، يبديو الفيزات، تبدي الخدمه، تبدي العقائد. الجواب اللي عطيت للصديق ديالي قلت له اخويا بكل بساطه الوالده ديالك واش كتفكر من بعد انك تصيفطها دير شي عمره؟ قال لي واه اخويا، قال لي الحلم ديالي ان نصيفط الوالده ديالي دير عمره، وبهذه المناسبه اللي في خاطره شي عمره ولا شي حجه ان شاء الله الله يعطيها له. وكاع زعما الصراحه كاع الحلم ديالنا ان نصيفط والدينا يديروا حجات ماشي غير عمرات. قلت له اخويا من بين الحوايج انها الا ما دارتش هذا اللقاح، الا حرمتها الان ما ديرش هذا اللقاح هذا، راه من بعد ما غاديش تقدر تخرج المغرب، ما كان لا عمره لا حج لا فرنسا لا اوروبا لا تلع بلا فيزا لا والو. والحاجه الاخرى اللي قلت له، قلت له انا براسك راك جاي كتشاور معايا، الوالده ديالي في هذه اللحظه اللي كنت كنهضر معاه ديجا دارت الفاكسان، يعني دارت ديك ليبرا الاولى وكتبقى واحد الشهر ولا 28 يوم وكيعاودوا الفاكسان الزوج اللي هو افيكاس، زعما صافي تما كتسمى راك درت الفاكسان ديال كورونا. والوالد ديالي عاوتاني، انا الوالدين ديالي ما واصلين 70 عام في الاول، بداو داروا في الوقت ديال 70 عام. الوالد يعني خدام في واحد المؤسسه تعليميه، ماشي استاذ ولا راه على قد الحال، شيفور ديال الطوبيس. تحيه للوالد ديالي من هذا المنبر، حتى هو غادي يشوف الفيديو، حتى هو محسوب مع الناس ديال المؤسسه التعليميه. صافي مشاو دار الفاكسان ديالو نورمال، عيطت له كيفات الدعوه كي دايره، قال لك سيدي داكشي مزيان، القهوه التعقيم الحوايج، وصل له ميساج في التليفون قالوا له ها فوقاش البروشان رونديفو، يعني فوقاش المره الجايه. صافي راه بقات يمكن هذا النهار ولا غدا غادي يمشي يدير الفاكسان الزوج، يعني صافي ليبرا الزوجه باللي راه دار الفاكسان، من بعد غادي يعطيوه لاتيستاسيون الحوايج، ولا كان شي جواز سفر طبي غادي يعطيوه له اوبليغاتوار. الوالده صغيره في المغرب داروا واحد الحاجه زوينه، بداو بالناس اللي باللاج الكبار وغاديين هاودين، والوالده ديالي مريضه بمرض مزمن. صافي بداو من دوك الناس اللي مرات بالامراض المزمنه، حتى جاتها لانفيتاسيون ومشات وضربت ليبرا. سولتها الوالده كيفاش تفات الدعوه، قالت لك الناس اللي عمرها دار تما يعني شي بنات زوينات، قلت لها دبري لي شي وحده تما ودبرت لي، يعني هكا ظريفات كيجيو كيديروا الكليبرا ديالك. صافي وصلها عاوتاني، كانت عاطيه النمره ديال خويا ديال التليفون، وصلوا ميساج باللي ها فوقاش عندها ليبرا الزوجه، مور 28 يوم تمشي دير الزوجه ونورمال، وراها مزياده. كل نهار كنسول بهم ما كان لا اعراض لا تلعبه. بزاف ديال الناس، يعني انا عطيتكم مثال باقرب الناس ليا اللي هما الوالدين ديالي داروا الفاكسان، وانا عارف علاش داروا. باش تعرف واحد الحاجه، الخط راه اختياري سواء في اوروبا ولا في البلاد ولا في اي دوله، يعني بغيت ديروا مرحبا، ما بغيتش ديروا مرحبا. ولكن ها راني ما بغيتش نديروا، راني جايكم لافير، بغيت تدفع فيزا تمشي لبرا، ما عندكش ما دايرش الفاكسان، ما عندكش اللقاح، نهضر على المستقبل من يحلو، ريح في بلادك، ممنوع تخرج. بغيت تصيفط باك يدير ولا امك دير عمره ولا الحج، ما دارتش الفاكسان ما دارتش الخر، بقاي في دارك، بقاي في بلادك، ما غاديش تخرج. هنايا في اوروبا على ما كيهضروش، ناس اللي كيفهموا هادشي مره كنديروا تراديكسيون دوك المحللين الاخر. قال لك اسيدي في القهاوي ولي ريستوران، عطيتكم ابسط حاجه ديال بوبليك، لي ريستوران القهاوي من هنا لقدام هنا في اوروبا، غادي يولي اسيدي تجي داخل في الباب، بغيت نتقهوى ولا بغيت ناكل، ما عرفناش الطريقه كيفاش غادي يبقاو، واش غادي يكون شي كود بار ولا تكون شي براسلي ولا يكون
داكشي في لابليكاسيون، تدخل بليدونتيتي، تدخل معلومات، هذه تكون معممه. المهم هذه تكون شي طريقه انهم يعرفوا بها واش درت انت الفاكسان ولا ما درت. غادي تكون دايره مرحبا دخل للريستورا ولا القهوه ولا لافارماسي ولا المغازان ولا كيما كانت ولا اداره ولا ما دايرش الفاكسان، سمح لي اخويا حيت ما عندكش الفاكسان. هكا غادي تولي الامور من بعد. وتا حنا كنبقاو نستناو اقرب فرصه، حنا راكم تعرفوا دي جون صغار مازال كنتسموا هنا اجانب، عندهم مازال ما عرفناش واش يجينا التورنار غادي يجي ان شاء الله، راه خصنا نديروه حتى حنا بحالنا بحال الناس. اما بديك ديال راه كيسبب العوق ويسبب الخوت، تفرجوا في دي فيديو، قراو دي زارتيكل اوفيسيال، غادي تقراو باللي علماء كيشكوا في داكشي كيقول لك ودي راه هي هضره. بزاف ديال الناس يعني كيسولوا اخويا واش ندير وشنو كيبان لك نتايا. هادشي اللي كيبان لي، هادشي كامل اللي قلت الفيديو كيبقى راي شخصي ديالي، وكنقول لكم التجربه ديالي مع الوالدين. وغادي تسولوني واش ندير انا، ان شاء الله ملي تجينا الفرصه هنا ويعطيونا فرصه نديرو غادي ما غاديش نتردد، وغادي نمشي ندير لا انا لا الاصدقاء اللي معايا هنايا. ونتمنوا الشفاء والصحه للجميع ان شاء الله، والله يحفظ الجميع. هو حق اللقاح راه ما كملش التجارب ديالو السريريه 100% يعني 100% حيت كيبغي عوام بزاف، ولكن تعطات له واحد الرخصه استثنائيه باش زعما يزربوا بهاد الحوايج، ما يبقاش العالم مرهون هكا. هذا هو الهدف باش داروا هاد اللقاح في الساعه في الساعه. انا بعد هكا وكنقول واش هادي يوصلنا التور بعدا حنا لي جون ولا ما يوصلناش من الفوق. ما هو التوقعات كاين اللي كيقول لك حتى 2023 ولا 2024 الا وصلوا عند الناس اللي يعني نورمال ما خدامين في فليطا، ما ناس مهمين كنتعتبر ماشي ناس مهمين. المهم كنا ناس مهمين وما عجبناش الحال. ورساله للمسؤولين على هاد اللقاحات والخر في البلاد، مي تبغيو تقنعوا الناس باش يديروا اللقاح وتفهموهم، حاولوا توعيوهم وتوريو نديروا حملات تحسيسيه وتفهموهم، ديروا ناس اللي بعقلهم يفهموا في المراكز ديال اللقاح ولا الناس اللي غادي يمشيو يديو لي كونفوكاسيون ولا شي حاجه بحال هكا، وتهضروا مع الناس وديها لهم غادي يصلح لك وراه مزيان، وشحال ما تلقحت عدد كبير ديال الناس، شحال ما الفيروس غادي نقضيو عليه، وشحال ما درنا الماكسيموم ديال عباد الله مفاكسينين صافي، بحال الا غادي تولي حياه عاديه وغادي تقدر الناس تولي تخدم، تقدر تسافر، تقدر كذا. ماشي تمشي عنده تصيفط له واحد ما يعرفش حتى يهضر ويمشي يقول له وهاي جاتك كونفوكاسيون، وهاي الا ما درتش اللقاح حسبنا معك التالي ولا وغادي تشوف ولا. هذيك التهديد ما واكلش الاخوان، رانا في 2021. حاولوا توعيوا الناس، حاولوا بطريقه بالتي هي احسن كما وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم، بالتي هي احسن، وتقنع الناس صافي يا ولدي ولا خالي ولا عمي ولا الحجه ولا الشريف، وانت تقنعو يمشي. الناس ما بقاتش كتخاف ويا حسره هذاك الزمان ديال الاخر. المهم غادي نختم هذا الفيديو هذا، وغادي نقول لكم بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفونا، الى عجبكم دخلوا ديروا مستر كيندير في يوتيوب، الى عجبكم المحتوى ديالنا تابوناو معنا، ولا ما عجبكمش الدنيا هانيه يعني ماشي مشكل، ما راناش غايبين عليكم. كما كتشوفوا كل مره كنحطوا فيديو جديد، كل مره نهضروا على حاجه. ايا نتلاقاو فيديو اخر، والسلام عليكم.